مرة تانية وبالعقل زي ما احنا بنتكلم، هتكلم عن التحكيم قبل بداية الدوري. النهاردة كان في مؤتمر صحفي للبرتغالي فيتور ميلو بيريرا رئيس لجنة الحكام، وقال كلام مهم جدا. أهم نقطتين في كلامه أن الدوري المصري كله بحكام مصريين. ماشي. وعد بتطوير التحكيم المصري وهيبذل قصارى جهده في تنفيذ وعده. احنا معاك يا مستر بيريرا، لكن نتمنى من بداية الموسم أن تكون أفضل من نهاية الموسم الماضي، ده أولا. وبقولها وإحنا أبطال الدوري، يهمنا تحكيم عادل لكل الفرق، يهمنا إن إحنا ما نشوفش أخطاء اللي حصلت بعد رحيل كلاتنبرج. حضرتك عملت تصنيف، عملت شغلك زي ما أنت عايز، قعدت تتفرج 5 6 شهور على بناء على كلامك، قعدت تشكيل لجنة الحكام. نتمنى لك التوفيق ونشوف نتائج شغلك في حيادية التحكيم وتقليل الأخطاء المؤثرة، والمسطرة واحدة. المسطرة تكون واحدة، حتى إذا كان لا قدر الله، حتى إذا كان هناك أخطاء فتكون بمسطرة واحدة. احنا هنفضل مع تجربة وجود خبير أجنبي في رئاسة لجنة الحكام عشان ما نشوفش اللي احنا كنا بنشوفه زمان. لأنه بعد تجربة كلاتنبرج ووجود بريرا اللي ظهر لنا كان شيء مرعب. شفتوا كم الهجوم اللي حصل على كلاتنبرج وبريرا بعد حلقة القضية اللي عملناها من 3 أسابيع. هجوم من بعض الأسماء اللي كان لها دور في لجنة الحكام ثم خرجت منها بقرار بريرا. وهجوم من رئيس لجنة للجنة الحكام سابق. لكن أنا هنا يهمني العدالة التحكيمية، تطوير التحكيم المصري. نتمنى أن بريرا يقوم بالدور ده لأنه مهم جدا. مش هقدر أقول أكتر من كده. عموما خلونا نطلع نشوف جزء من المؤتمر الصحفي لبريرا رئيس لجنة الحكام ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. صباح الخير. We start by drafting the strategic education and development master plan for the season 2024-28. As part of this organization, we organized the refereeing department and also the referees committee, which are now two separate bodies. We developed one refereeing digital platform. So all appointment system and all assessment system will be now automatically. We are going also to have a new assessment system. So these new systems allow us to be more efficient in management, but also to have at the end of the season one refereeing ranking. بالفعل الدورات التأهيلية دي هتساعدنا كتير جدا، بس ده هتساعدنا أكتر في نهاية الموسم علشان يكون عندنا تقييمات لكل الحكام. So in this way we decide the category 1 referees, category 1 assistants and the list of VAR specialists who will go operate in night league. وبالفعل قدرنا يبقى عندنا لسته لحكام سي 1 بناء على او لحكام او مساعدين حكام، ولسته للبار اللي هيعينوا في الدوري. And the end of the season, like the clubs, the last referees in the bottom of the ranking will be demoted. And the best from the down categories will be promoted, exactly like the clubs.
وبالظبط زي الأندية الحكام اللي بيبقوا في القاعدة لو الأداء بتاعهم كويس هيصعدوا، والحكام اللي أداؤهم مش كويس هيهبطوا. So the referees for Nile League will be 36, including the 7 FIFA, and 52 assistants, also including the 7 FIFA assistants. طيب بالنسبة لدوري مين؟ هيبقى عندنا 36 حكم بالإضافة إلى 7 حكام فيفا و52 حكم مساعد بالإضافة إلى 7 حكام فيفا. So the appointments will be based on the performances of the referees. So, like the clubs, the referees who perform better will have more games. Those who perform poorly will have less games or no games. طيب بالنسبة للتعيينات هتبقى بالظبط زي الأندية، الحكام اللي هتكون performance أو أدائهم كويس هياخدوا ماتشات كتير أو هيتعينوا أكتر، والحكام اللي أدائهم مش كويس مش هيتعينوا بقدر الحكام اللي كان أدائهم كويس، بالظبط زي اللعيبة أو في الأندية. Like the clubs, the coach choosing the first 11, then 7 in the benches, and some of them stay at home. The referees will be the same. طيب بالظبط زي الأندية بيبقى عندنا 11 لعيب، 11 لعيب دول اللي بينزلوا الملعب اللي هم أحسن لعيبة، بيبقى فيه 7 احتياطي وشوية منهم ما بيكونش موجودين أصلا في التشكيل. This is basically the rules for next season. So القوانين الجديدة طيب كلام مهم قاله الحقيقة.